السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة سيدون تعقيد، وإن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الأول من يونت 10 الوحدة العاشرة جريد 4. الوحدة بتتكلم بتقول I enjoy my life، أنا أستمتع بحياتي. ناخد الدرس الأول، بيقول لي Lesson 1 listening and reading، يعني تحدث والقراءة، and interesting research يعني الأبحاث الممتعة أو الشيقة. أول حاجة عندي نبدأ بالفوكابلوري: هاتف خلوي، cell phone tablet password do research chat login to يدخل login، يخرج login to، message again، cell phone tablet password do research chat login to message. extra vocabulary، واجب منزلي homework حرباء يعني كاملن سي اتش هنا بنطقها ك، شورت اي ك وشورت اي ما لن، والاو في الاخر بنطقهاش، كاملن ويب سايت own color amazing presentation library idea pictures the letter T is silent pictures word great يلا هنا it's your role cell phone tablet password do research chat login to message homework camelina website own color amazing presentation library again library idea bookish word great طيب هنا بيقول لي conjugation of verbs تصريف الافعال، طبعا هنا present الحاضر والpast الماضي، create created change copied plant chatted هنا irregular verbs يعني افعال غير منتظمه، say said know knew find found write wrote do did important expressions and prepositions get information يعني يحصل على معلومات I go to the website and I made a research to get information all around في كل أنحاء أو في كل مكان all around the same as so interesting make a presentation be respectful do homework وهنا جاي لي طبعا نص we listening and reading، هنا بيقول لي what are you doing داليا، what are you doing يعني ده مضارع مستمر بتكلم بتعمل ايه حالا دلوقتي، قلت لها I am doing my homework about camelins، انا بعمل واجبي عن
الحرباء بس جمع. They are so interesting. I logged into this library website and I created a password to get information. قلت لها what does it say؟ المعلومات دي بتقول ايه؟ At chameleons change color. They are the same color as the place where they are. خدناها طبعا في الترم الاول في العلوم ان او في الساينس ان الحرباء بتغير لونها حسب المكان اللي هي موجوده فيه. لا واو ذاتس انترستينج. وات ايلس؟ وات ايلس معناها ماذا ايضا؟ لا they have amazing eyes and they can see all around. خدناها برضه في الترم الاول الحرباء بتتحرك عينيها في كل الاتجاهات تمام وتشوف كل الاماكن حواليها. But لكن I need to do more research. انا محتاج اعمل ابحاث اكتر. I want to message Yara. انا اريد هي كلمة message مش معناها رسالة معناها ان انا اراسل يارا and chat with her. اعمل معاها chat. She knows some great website. هي عارفة بعض المواقع الكويسة يعني اللي اقدر اجيب منها معلومات. Are you making a presentation about chameleons? قالت لها are you making a presentation about chameleons؟ انت بتعملي اصلا يعني تقديم او عرض تقديمي على الحرباء؟ قالت لها yes I am making a presentation with Yara. بعمل عرض تقديمي مع يارا. I need to look at lots of website and find some nice pictures. انا محتاجة اروح اكتر من موقع ولاقي صور كويسة. Remember صراحة تقول لها remember to be respectful. يعني ايه؟ كوني امينه او كوني يعني اتسم بالاحترام. ليه بقى؟ dont copy information find ideas and write your own words. يعني ايه؟ بتقول لها ما تروحيش الموقع وتاخدي كوبي بيست تحطيه في البحث بتاعك. يعني انت هو المنهج الجديد دايما بيقول لنا ما تروح اعمل بحث بس اعمل بحث واقرا معلومات وفي الاخر حط انت حط وجهه نظرك امتى حط رايك امتى. يعني ايه؟ يعني ما تنقلش المعلومات زي ما هي ما انت ما استفدتش حاجه. لا اقرا الموضوع بتعبيرك بوجهة نظرك وبعد كده عبر عنه بوجهة نظرك وبكلماتك انت عشان تنمي الكونفرسيشن عندك والرايتنج عندك والريدنج عندك ويبقى عندك حاجه كويسه تمام. That's all we have today. ده الدرس الاول من الوحده العشرة تمام. نشوفكم في حصه في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع staying safe online. كن بامان على الاونلاين. هنعرف ايه الخطوات اللي محتاجينها عشان لو احنا دخلنا اونلاين نبقى في امان باذن الله.